أنهر الملكوت وأبحر عرفان. فسبحانه من إله عظيم الشام قديم الإحسان، والصلاة والسلام على من أطفأ حر هواجر القلوب بأمر جلال معدته، وشفى غليظ الصدور من أمير مرائه والمتمسكين بأديانه والداعين لشريعته. السيد آمن صاحب الجلالة، السيد وحامل أعلامها ومن العاملين على نجاحها وتثبيت أسسها وأركانها. وقد كان موضوع الندوة الأولى جدير بالبحث والدراسة المتأنية من لدن العلماء والباحثين والمفكرين، وقد خصنا من هذا الاختيار إثارة انتباه الأمة كلها وبالأخص الأساتذة والمربيين والدعاة إلى أهمية السيرة النبوية في حياة الأمة، باعتبار الرسول الأكرم أن رسول الله هي الصورة المتقنة والنموذج الأكبر لما ينبغي أن تكون عليه حياة المسلم، بل ما يجب أن تكون عليه حياة الإنسان. فتجلية هذه السيرة والكشف عن جوهرها وتقديم حقيقتها للهاجرة وخاصة في هذه المرحلة من تاريخ الذي نحتاج فيها إلى ما يعيد إلينا القوة ويشحن لنا الإرادة ويعيننا على ما يواجهنا من تحديات. إن سيرة نبينا عليه السلام تشرق بأرواح صور التشبث بالمبدأ والتضحية في سبيل الحق والشموخ أمام أعتى المغريات والصبر حيال أقصى المضبطات. ولهذا تعتبر السيرة النبوية مفتاح شخصية المسلم ودستور حياته وأخلاقه، وهي الوسيلة الأساسية والمثل الأعلى لإعداد الإنسان الصالح للمجتمع الصالح، باعتبار السيرة هي التفسير العملي لطبيعة التحول التاريخي الذي فجره نور النبوة، وهي السجل الحافل بالعبر والحفظ والسر. ومن الملاحظ أن المناداة بالاتجاه العملي أخذ يحتل مكانه في الدراسات الإسلامية، إذ تؤكد بعض هذه الدراسات على ضرورة شرح المناهج الإسلامية وسائل وأدوات فعالة تصل بالأجيال المسلمة إلى الغايات المرتجات في التربية الصحيحة والتكوين السليم. كما أن المنهج العملي الذي ندعو إليه الإسلامية التي يلقننا للتلاميذ والطلاب، وأن يكونوا قدوة فعلية لهم داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، وأن يستوحوا هذه القدوة من شخصية سيد الأنبياء والمرسلين، وأن يكونوا عاملين بها مطبقين لها، وأن يعتبروا هذا السلوك وهذا العمل ليس واجبا يقومون به فقط، بل يحتسبون ذلك بصدق وإخلاص. فما أفسد حياة المسلمين إلا هذه الازدواجية التي انتقت عليها وفصلت بين القول والعمل. فقد كانت سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأقواله وأماله وحركاته التطبيق العملي لما كان يدعو إليه ويؤمن به. كما كان أسلافنا أشد حرصا على التأسي بها والتزامها، ولولا ذلك ما أحرزوا على نصر ولا فتحوا بلدا ولما سجلوا هذا التاريخ الناطع الذي نعتز جميعا به. من هذا المنطلق توخينا أن يكون موضوع هذه السنة مرتبطا بأعظم شخصية في تاريخ المسلمين، بل في تاريخ الإنسانية كلها، وأن يرتكز حوارنا ومناقشاتنا في ندوتنا حول حياته وسلوكه وسيرته الشريفة، وأن نحاول استنباط هذه السيرة واستنباط أنوارها وآياتها لاستخلاص العبر منها ولنجد فيها الخلاصة والعبر كما وجدها سلفنا الطاهر، فاهتدوا بأنها كلام لدى الله لأمتنا لنزعات التطرف والتشويه والتزييف. أصحاب الفضيلة حضرات سيدات الساده، إن جمعية القسيس
التي تهتز بمشاركتها في ترغيب هذه الندوة لتصديق مع جمعية الإمام البخاري عسيدا والنادي الأدبي للأستاذ أحمد بن سنة. يسعدها ويشرفها أن ترحب بأصحاب فضيلة العلماء وترجو لهم مقاما طيبا كريما في ظل أنوار ونفحات السنة النبوية التي يملأ آيشها فضاء هذا الكون الفسيح. كما تنوه جمعية بموضوع الندوة وبمحاوره القديمة التي من شأنها أن تنير الضوء أمام شبابنا المتعطش إلى المزيد من المعرفة بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان متميز بدروسه الحسنية، وهي جامعة مفتوحة لكي يكون الحديث هو المثل الأعلى في التربية. كل مغربي سواء كان متدينا أو غير متدين يتتبع هذه الجامعة المفتوحة. دروس ثقافة الإسلام هي ثقافة المواطن المغربي وكان عميا يعرف من رجال العلم ومن كتب العلم الشيء الكثير الذي يعجز عنه العلماء. إذن هذه هي هوية المغرب وهذا هو تاريخ المغرب، ولهذا فلا عجب إذا وجدنا أن اللقاءات العلمية تتجدد في فاس في كل مناسبة، وكلها تؤكد هذه الهوية، بل تؤكد أن فاس ستبقى كما كانت عاصمة العلم وعاصمة الإسلام باعتزازها بالإسلام وباعتزازها بعلوم الإسلام وباعتزازها بالمنابر التي أوجدت ثقافة الإسلام. ستبقى فاس تلك العاصمة التي تنير الطريق لثقافة الإسلام. من هذا المنطلق تتجدد اللقاءات في كل مناسبة في كل حي من أحياء فاس لخدمة ثقافة الإسلام. ولهذا نجد أن جمعية الإمام البخاري تحرص، وقد تتبعت نشاطها وهي تحرص على تأكيد هذا الانتماء من خلال اختيارها لندواتها السابقة وهذه الندوة، ثم ذلك التعاون الوثيق بين جمعية الإمام البخاري التي يشرف عليها عالم متمكن في الحديث نعتز بعلمه له إسهامات كبيرة في مجالات الثقافة الإسلامية. تتعاون هذه الجمعية مع جمعية فاس سايس ومع مؤسسة أحمد بن سودة الثقافية لتنجح هذا اللقاء العلمي الذي يؤكد هوية المغرب ويعمق مشاعر الاعتزاز من صاحب الجلالة نصره الله في كل مناسبة، يذكرنا بهوية المغرب ويذكرنا بأن المغرب قبة الإسلام وأن انتماءه الإسلامي هو الانتماء الوحيد، وأن المغرب يمكن أن يفتح قلبه لكل الثقافات وأن يفتح عقله لجميع الحضارات، ولكنه يبقى هو البلد الذي يحافظ على شخصيته، يعطي ويأخذ ويحافظ على انتمائه وعلى هويته. من أعماق قلبي أشكر الأخوة المنظمين لهذه الندوة، أشكر جمعية الإمام البخاري وجمعية فاس وجمعية ومؤسسة أحمد بن سودة والأخوة الذين يشاركون في هذه الندوة، وأعبر عن اعتزازي بهذه الندوة وبسعادتي باسمي وباسم الأخوة الذين يشاركون باعتزازنا بهذه الندوة الموفقة، وأدعو الله تعالى أن يوفقنا لما فيه خير. السلام عليكم ورحمة الله. في أدلة مما تدعو لهم في الدعوة التي أتاها فعرضوا عليه الأموال والجاه والنفوذ ليتخلى عن دعوته في تسجيل آلهته.
الحق وأخذه إلى الخلق لا بد أن ينصره ويؤيده ويجعل كلمة الله هي العليا كلمة الذين كفروا السفلى وأن النصر الذي وعده الله به سيتحقق ولو كره الكافرون ولو المشركون. لقد كان عليه الصلاة والسلام مؤمنا برسالته التي حمله الله إياها من إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان وكان مدركا كل الإدراك أن الأفكار والعقائد الإصلاحية التي أتى بها لا بد أن تلاقي الضبط والقطيعة في الأول ولكنها ستنتصر وتعود الآخر ولا يهتدي بهديها المكيون والعرب المحيطون بهما ولكنها ستلاقي النجاح في مختلف الأقطار والأنحاء لأنه مبعوث من ربه إلى الناس كافة ولأن الإصلاحات العقدية والتشريعية التي أتى بها تنتظرها البشرية كلها ولأن العالم الإنساني كله يلين من الجر والقوت والجحود والكفر ولا ممكن له إلا رسالة التي أتى بها من ربه. إلى أن يقول إن إقامة المجتمع الخالص الذي تسوق إليه الإنسانية لا بد له من دولة تحميه وتدود عنه وتحكمه بالشرائع والقوانين التي تستمد جذورها من السماء من رب العالمين الذي أرسل الرسول ليبين للناس ما أنزل إليهم وليحكم بينهم بما أنزل الله وليقيم أسس العدل والاستقامة وليمثل بين الناس على أساس التقوى والإخاء والمحبة والتعاون على الخير لا على أساس العصبية والقبلية والجاهلية والتطاول الأنساب والأحزاب والأعراق. فهو عليه الصلاة والسلام لم يوصله الله رسولا لجنس دون جنس ولا لقوم دون قوم ولا لوطن دون وطن ولكنه أرسل إلى الناس كافة على اختلاف أجناسهم وأعرافهم ولغاتهم ليربط أواصر الأخوة فيما بينهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم ووطنيتهم إذ كلهم من آدم لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح فجامعتهم هي جامعة الدين التي جاء بها الرسول الأمين وهي جامعة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إنه لا يكفي أن يكون بجانب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فئة مؤمنة صادقة تعمل صادقة على الوقوف بجانب دعوة رسول الله ولكن لا بد من قيام دولة الإسلام لتحمي رياض المسلمين وتنشر مبادئ الفضيلة التي أتى بها القرآن وترفع راية الإسلام الداعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة يهيئ العقول والقلوب والأفكار عقليا التي
من قيم من دلالات من معجزات. لعل هذا ما أراد. والنقطة الثانية التي أراد أن أقولها أن هذه السيرة لها غاية واحدة إذا كنت الإنسان الكافر. هذه السيرة هي القدوة التي نعتمد عليها في تكوين الإنسان الكافر الذي تخلق بالأخلاق المحمدية. شكرا لفضيلة الأخ الأستاذ الكسير. الكلمة الآن لفضيلة الأستاذ العلامة سيدي محمد حماد الصقلي الصديق العزيز والعلامة المجيد الذي أعرف وأعرف مكانته وهو أستاذ في دار الحرب العالمية ونحن نعتز بدوره وكون أجيال نعتز بها وله جهود طيبة في الدروس الحربية وله أفكار موفقة ورائعة ويتميز بأسلوب جيد في عرض أفكاره وفي عرض ما يريد أن يقوله ونحن ستكون سعداء لو أنصتنا إليه في محل يقدم حول موضوع الاحتفال بمرور التبادل بين المحيطين والمعارف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الرئيس الجلسة المحترم العزيز، من ربط لي مع رئيس جمعية البخاري التي يجتمعها أثرها
في جمله وما يدعوني تروح الى الاعذار بعد انتقاده تجعل المجتمعات المتواليه تحقق الفواصل والمقومات. كل هذا كان كل هذه الاشياء كانت مقتضيات منحى تاخذ المجتمعات تعريف السيره. اما المسلم فله في السيره نظرتان، نظره بالنسبه للشخص الذي ليس معصوما وهو من مرض في مجالات العلم او مجالات الاختراع او مجالات الابتكارات على اختلافها او البطولات على اختلافها، فهذا الشيء كما ينظر فيه غير المسلمون ينظر فيه المسلمون. اما الشيء الثاني عند المسلمين هو سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارجو ان اكون موفقا حين قلت ان السيره التي تنسب الى رسول الله. ومن جهه اخرى ليس معنى هذا انه يجب ان نقف عاجزين عن ان نصل الى الحقيقه، لا، معنى هذا ان عطاءات سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دامت لا تنتهي فيجب ان نستمدها وان نستمد منها العطاء في كل تطوراتنا وفي كل انقلابات مطالع حياتنا وفي كل النظريات التي تغور في سلوكنا وفي كل ما يمكن ان يتجدد. بل مما صلى الله عليه وسلم قلت ان بعث وطيار بانسانيه كتحقيق التشديد. ولذلك الاغفال عن التفات الى سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قرحة وتقصير في حقه صلى الله عليه وسلم. وليس عجيبا ان يقول الله تبارك وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله خيرا منكم. الجانب الثاني هو اهتمام المقتدين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيء لا أطيقه لأنكم تعرفون ما دبجته أقدام العاشقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحياته، لا فرق بين المعطيات التي كانت قبل أن يبرز وبين الآثار التي تركتها حياته صلى الله عليه وسلم. فمنهم من عاش من هذه البداية إلى حياته إلى ما رأى ذلك، ومنهم من أخذ جانبا من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم فأرسلها. إن كتب الحديث قد اهتمت ببعض الجوانب لكونها تغرس السيرة كما تغرس سواها. ولكن تقرب السيرة من سيد إسحاق وموسى بن عقبة وذلك المختصر لسيرة إسحاق بن هشام شيء هو من أرواح ما بين الإيمان والكروس. ثم أن الجوانب التي أخذت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمال، ومن بين الجوانب التي أخذت من قبل المقدمين والمعين بيهقي، وهذا الجانب عولج ان هذين من صار في هذا الكتاب في نطاق احاديث مرويه، ومنهم عاشه في نطاق الفكر وفي اسم عالي. الرسول لم يعد وصفا في القران لرسول الله هو اسم عالي، والنبي لم يكن وصفا لرسول الله هو عالم. به نداه يا ايها الرسول بل يا ما انزل اليك من ربك، ونداه يا ايها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر،
وبه سماك حينما تسمعنا عنك. فقال محمد رسول الله به كان يعتز حين يراسل الملوك فيقول من محمد رسول الله. فنعم يجب ان يبقى على وصف العقل وعلى وصف الوطن وعلى وصف النابغه، لان هذه اشياء تزيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقام المال وتنزله الى امم المقام والنوم البشري، وتقطع اذا وصف بهذا الاوصاف تقطع هذه الاوصاف صفته بربه عز وجل. والوصف الذي يجب ان يبقى له وان يستمد المعطاءات المتواليه هو وصف رسول الله. اما الامر الثاني الذي بينت انه مظهر من مظاهر الكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم رباني في القران بعموم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه يرفع الصراط وسبحان الله وقسم رسوله. هذا القسم يؤكد لنا ما اوجب الله تعالى من يمكن ان تكون حياته وحقوقه يدان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن ان يخرج سبحانه ما بعده من الناس الى يوم القيامه، الى ان يكون الناس برب العالمين من تملك حياته من الكمالات ما بعدت حياته رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا كان الامر هكذا فاستخلصت من هذا الكلام امرا وهو انه يجب ان يكون محبوبا المحبه الحقيقيه. وانتم تعلمون ان المحبه محبتان، احداهما مجدانيه، وهذه لا سيطرة للإنسان عليها ولا تجد معروفة، وهي المحبة التي تكون بين الرب ومرأته وبين الجند والأمير وبين أعوان الناس بعضهم مع بعض. وهم جانب آخر للمحبة وهي المحبة العقيدة. هذه المحبة هي التي قال فيها الإمام البخاري إيثار ما هو كمال وخير من حيث هو كمال كذلك. وضرب لنا المثل ان الانسان اذا عرف بتامل النفس لم يتحقق نجاته ولم يتيسر فرجه الا بالرجوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه حينئذ يدرك هذه الحقيقه، فان تمادى فيها وصل الى اعظم نتائجها، وهي ما عبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلاوه، لكون الحلاوة هي أعظم وأجل وألذ ما تقابل في الدنيا، إذ يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث يؤمنون فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخره. هذه المحبة هي التي من أجلها أقسم رسول الله في بخاري مسلمين أبي هريرة أنه عليه السلام قال: الله والذي نفسي بيده لا يريد أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي نفسي الباب في كتاب الإيمان. صار الإمام البخاري حديثا
ان الاحتفال بعيد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من اساس الشرع. فاخذت ماء مع سلطه وتوصل اليه الحرب بن حجر لدنه صلى الله عليه وسلم حين هاجر الى المدينه وجد اليهود يصومون احتفالا واحياء ذكرى سيدنا موسى عليه السلام. واقتبسه الامام السيوطي من دونه صلى الله عليه وسلم ثبت انه عق عن نفسه بدل بعثه الله وكان وضع قانون ابو طالب. فهذا شعار بان الضمان للانسان يزيد وتلتفت الى هذا المنطلق الذي هو مدير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك ايضا استنباط اخر لاحد المضارب وهو سيد عبد الموسى النفاسي، فهو عنده في مئات المحاسن اخذه من كتاب الله عز وجل. وتوصلت انا ورجل ان اكون موفقا الى انه حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، فقلت انا ذاك يوم ولدت فيه فينبغي ان يكون يوما لاحتفال فانصرف يوم مولدي، فينبغي ان يكون الصيام حين تحتفل عيد ما نحتفل بمولد الشريف. هنا على كل حال اكيد الامر الى ما ستطلعون عليه عمل الاتجاه الثالث وهو اراء ايما الاسلام في البلاد. فصرت اراء في رسائله الكبرى كما قالوا غيره من كثير من العلماء الشكر غير المؤمنين ونحترم الوقت. في هذا الجانب استعرضت المواليد التي الفها لاحقا من علماء السيره وعلماء الحديث وعلماء الفقه وبين كل من تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ بن حجر سلفا مولدا والسواك على هؤلاء الذين يشجعون ان يضعوا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقها الصحيح ينشا عليها فاعلى طفل من بدايه تلقيه المعلومات ثم الاعلام يجب ان يتقاعد الجميع وان يعود هذا الجانب من المسلسلات اهلكت وأغيرت بنشأتنا. بالنسبة لطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع حسي رابع، قال إن شئت إذا أرسلت أشعتها على بركة ماء صافي فإن ذلك الشعاع ينعكس من بركته الأعلى، فإذا وجد جدار إزاء تلك البركة ينعكس طرف من النور على ذلك الجدار. قال فكذلك الله تعالى حين أعطى لرسوله هذا المقام العالي فكأنه تجليد النور من قبله على رسوله، فينعكس ذلك النور بين النفايات إلى من يتصل به حبا أو تعلقا. أما قوله عليه السلام إذا تسأل الله عنه بحسب الحقيقة كما نقول مثلا فلان أكل أي أكل من وسائله الكسبية، والمؤكد بحقيقة المحرك له لتحقيق الفعل أساسا هو الله، فحين ننسب الأمر إلى رسول الله لا على أنه هو الواضع بل على أنه هو الوسيلة التي تقرب إلى الله. ثم السؤال من الأخ